في كذا حد نقدر نقول فلان كويس، شخصية وطنية محترمة، شخصية يعني راشدة في تفكيرها، لكن احنا بنتكلم عن رئيس جمهورية كده، مش عن كاتب ولا مفكر ولا يعني. فانا يعني بعتقد ان احنا في كوطن يعني يعني في مأزق، يعني ان نختار بموضوعية عدد من المرشحين، يعني نناقش بموضوعية المفاضلة فيما بينهم، كل منهم يصلح لأن يكون رئيس جمهورية بمعناها الواسع، يعني قدرة، إرادة، استقلال وطني، سابق تجربة، يعني بحيث إن احنا نطمئن إلى أن أي منهم سيكون قادر على العبور بالبلد إلى بر الأمان. في موقفي الشخصي يعني انا على في حاجتين، في خريطه مرشحين محتملين وفي خريطه مرشحين رسميين، مش كده؟ فاحنا طبيعه ده اللي هو يعني موقف الاخوان انه بيقولوا ان احنا هنتعامل مع خريطه مرشحين رسميين، يعني لغايه دلوقتي في حد محتمل ممكن في الاخر ما يكملش ال 30,000 توقيع او ال 30 تزكيه من نواب البرلمان فلا يتقدم للعمليه الانتخابيه، وفي حد بيتكلم وكل يوم في حد بيطلع جديد يقول انا هتقدم مش كده؟ فدي كلها خريطه ايه؟ احتماليه. حين تتبلور هذه الخريطه بشكل رسمي من خلال مين اللي حصل على التزكيات او توقيعات المواطنين وتبقى جاهزه دي، هيبقى ده خالص فريضه ان لازم قوة سياسية زي الإخوان المسلمين تعلن رأيها وتعلن موقفها بشكل واضح. الخريطة الموجودة حتى الآن يعني أنا بشكل شخصي أرى إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يمثل حالة من يعني التوافق مع الهوية.